اهلا بحضراتكم في جوله اخباريه جديده من داخل صاله التحرير. اليوم السابع هيقدمها ليكم حسن مجد. خلونا نبدا نشرتنا بتفاصيل اللقاء اللي عقده النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور جيرد مولر وزير التعاون الاقتصادي والتنميه الالماني وبحضور وزير الاستثمار والدكتوره سحر نصر وزيره التعاون الدولي بالاضافه الى سفير المانيا بالقاهره. طبعا اضافه الى الاشاده بالتعاون بين البلدين والعلاقات التاريخيه اللي بتربط بين مصر وبين المانيا وتحيه المستشاره الالمانيه انجيلا ميركل للرئيس عبد الفتاح السيسي اللي نقلها الوزير الالماني. خلونا ناخد حضراتكم لمجموعه من الملفات الرئيسيه او تحديدا لمضمون هذا الاجتماع. اولا كان من ضمن اهم الملفات او على راس الاولويات الاجتماع كان بحث برنامج التعاون الالمائي بين البلدين. طيب ايه اهم الملفات او اهم المشروعات اللي بيدعمها هذا البرنامج؟ اول حاجه هو تطوير التعليم الفني والمهني، تاني حاجه تحفيز الصناعات الصغيره والمتوسطه، تالت حاجه تنميه استخدام الطاقه الجديده والمتجدده في مصر. طيب ايه الجديد وايه اللي اقترحه اللقاء النهارده؟ الوزير الالماني الحقيقه اقترح تشكيل لجنه حكوميه مشتركه بتضم الوزراء المعنيين في مصر والمانيا، واللجنه دي المفروض تنعقد مرتين في السنه بالتبادل بين مصر وبين المانيا. القضايا الاقليميه ايضا كانت حاضره في هذا اللقاء، وتحديدا تحدثوا عن الوضع في سوريا وعن الوضع في ليبيا. الرئيس اكد على اهميه التوصل لحلول سياسيه للازمات القائمه بتضمن وحده وسياده تلك الدول على اراضيها وتحفظ مؤسساتها الوطنيه وتصون مقدرات شعوبها. ملف ثالث كان موجود طبعا هو ملف الارهاب. الجانب الالماني اشاد بالدور اللي مصر بتلعبه في محاربه الارهاب، والرئيس عبد الفتاح السيسي طالب المجتمع الدولي ببذل مزيد من الجهد في مواجهه الارهاب. ثانيا تكلم عن تكثيف مصادر تمويل وتسليح تلك المنظمات، وان لازم المجتمع الدولي يبذل مجهود كبير في تكثيف المصادر والاصول اللي بينطلق منها التسليح والتمويل قبل ما يصل لتلك المنظمات وقبل ما نقع معاها في مواجهه. خلونا نبدا الرقم ده بمجموعه من الارقام اللي حقيقي فعلا ارقام مخيفة. النهاردة تقرير رسمي بتصدره وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بيكشف عن تراجع نسب زراعة القمح أو الأراضي المزروعة بالقمح بتتراجع عن السنة اللي فاتت. طيب بتتراجع بقد إيه؟ ب 500,000 فدان. طيب مصر عندها بالكامل أو كل اللي بتملكه من القمح والأراضي المزروعة بالقمح قد إيه؟ 2,420,000 فدان. ده كل اللي بنملكه، يعني إحنا مصر كل اللي بتملكه من القمح 2,420,000 فدان. السنة اللي فاتت كان عندنا 2,912,000 فدان، بنخسر منهم 500,000 فدان هذا العام. طيب هل الأرقام وهل التراجع اللي حصل ده متوقع أو كان هو ده اللي بنأمله، أو هل مصر كانت حتى بتحاول تحافظ على اللي موجود عندها؟ الحقيقة أن لا. وفقا للتقرير الرسمي الصادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن مصر كانت بتأمل أن السنة دي توصل بعدد الأراضي المزروعة بالقمح ل 3,265,042 فدان، واللي بيحصل او على ارض الواقع بيتراجع الرقم بعدد 500,000 فدان كاملين. الحقيقه احنا اتكلمنا مع مصادر في وزاره الزراعه بتقول انها تقدمت بمذكره سريه وعاجله الى رئاسه الجمهوريه بتطالب الغاء قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء الخاص بدعم زراعه فدان القمح ب 1300 جنيه فقط. خلونا اقول لحضراتكم تفاصيل اكتر ونفهم اكتر قرار المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بدعم الفدان القمح ب 1300 جنيه فقط. الحقيقه اتكلمنا مع مجدي الشراكي رئيس الجمعيه العامه للاصلاح الزراعي في وزاره الزراعه ورشدي ابو الوفا عرنوط النقيب العام للفلاحين، بيقولوا ان قرار رئيس مجلس الوزراء بينص ان يتم دعم الفدان القمح ب 1300 جنيه فقط، واكدوا ان هذا القرار غير مدروس وخراب بيوت وبيخدم مافيا تجار المستوردين وبيساهم في عدم تشجيع الفلاح على زياده المساحة المزروعة، وأشاروا إلى أن ربط القمح بالأسعار العالمية بيصل بقيمة الأردب القمح الواحد أو مقياس القمح إلى 340 جنيه فقط، بدلا من أسعار التوريد اللي تراجعت عنها والدولة وهي 420 جنيه للأردب. يعني الدولة خلال السنين اللي فاتت كانت بتدي للفلاح مقابل أردب القمح 420 جنيه، بعد قرار المهندس شريف إسماعيل الجديد بقى أردب القمح بيوصل مع الفلاح ل 340 جنيه، وهذا القرار زي ما هم بيقولوا أو على عهدتهم بيقولوا ان القرار ده خلى الفلاحين يقولوا لا احنا كده الموضوع واقف معانا بخساره، احنا كده بنخسر مش هنزرع قمح، وبتتراجع الاراضي المزروعه بالقمح بعدد 500,000 فدان السنه دي بس، وبيتوقعوا ان القرار ده لو استمر هيكون في تراجع خلال السنين اللي جايه. هل هيكون في مشاورات؟ هل المهندس شريف اسماعيل هيقعد ويبحث الموضوع ويطلعوا بحلول حقيقيه لهذه الازمه؟ ده اللي هنشوفه خلال الفتره اللي جايه، لكن حقيقه لما نعرف ان 500,000 فدان من القمح مصر بتفقدهم في عام واحد يبقى احنا بنتكلم عن مشكله كبيره. هنختم جولتنا الاخباريه بمجموعه
من التصريحات اللي قالها المهندس شريف اسماعيل في المؤتمر الصحفي اللي عقده النهارده. المهندس شريف اسماعيل تحدث عن المحليات وقال ان المحليات ليست جميعها فاسده، بنعمل لتطويرها، لكن وصفها كلها بالفاسده بيعتبر ظلم. تحدث ايضا عن حركه المحافظين واكد ان هيتم الاعلان عن حركه المحافظين في اقرب وقت. اكد ان في خلال الاجتماع التنسيقي مع السعوديه هيتم تناول موضوع الوديعه اللي بتصل لستة مليارات دولار. وفي شان سد النهضه قال لا تسبقه الاحداث بشان سد النهضه، وطبيعي ان المفاوضات في هذا الشان تاخد وقت. أكد أيضا أن التعليم وتطوير التعليم وتقديم خدمة تعليمية بشكل جيد هيحتاج استثمارات ب 35 مليار جنيه. المهندس شريف إسماعيل تحدث أيضا عن قرض 3 مليارات دولار من البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي، وأكد أنه بيعطي مصداقية لمصر واقتصادها، وأوضح أن مصر بتستورد ب 66 مليار دولار واردات، وهو ما يتطلب الاهتمام بالصناعات الوطنية. بالنسبة لدعم البترول وخفض دعم البترول، أكد أن الأمر ده منتهي خلال الخمس سنين اللي جاية، هيتم خفض دعم البترول بنسبة 30%. دي كانت جولة إخبارية جديدة من داخل صالة التحرير اليوم السابع، قدمها ليكم حسن ملك.